وسط أجواء من البهجة والسرور استقبل العراقيون عيد الفطر المبارك بالتزامن مع استمرار معارك استعادة الموصل، وكثير من العائلات تعيش حالة من القلق والرعب تفسد عليها فرحة العيد، وخاصة مع تكرار الخروقات الأمنية في العاصمة بغداد. والله بالنسبة للعيد إن شاء الله أمنياتنا كعراقي، إنسان عراقي، أتمنى الخير والسلام يعم العراق والأمة الإسلامية، وخاصة هاي الظروف اللي دمر بها من يعني إن شاء الله نتمنى أنها تزول بأقرب وقت، وإن شاء الله الصحة والسلامة والعراقيين والأمة الإسلامية كلها. اليوم طلعنا أول يوم العيد ودن ترفه شوية، مناسبة حلوة، أجواء العيد حلوة، وأتمنى إن شاء الله يديم السلام على الشعب العراقي ما نريد غير شيء، ونخلص من الانفجارات ويعم الأمن والأمان. يبدو أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال أيام العيد، فضلا عن قطع وغلق العديد من شوارع العاصمة من قبل الأجهزة الأمنية ضمن الخطة الخاصة بعيد الفطر، قد أجبرت الكثير من العوائل التوجه إلى المولات والأماكن المغلقة لقضاء أوقاتهم. أيام العيد كلها الزحامات وشوارع السير مرور الزحام، فما ضل أخذهم من مكان مكان أتنقل بيهم، فالمول هو كل شيء بالمطعم وبالموطه ناكل به هنا، والالعاب بالنسبه للاطفال، فالحمد لله. وثانيا الجو طيب هنا، اجواء العيد حلوه، الجو بارد هنا، الحمد لله. مره شهر رمضان علينا بخير وسلامه وخلاص وحرامات من خلاص، واليوم اول يوم العيد، وها هي احنا متونسين ويا الجهال، والله يحفظنا ويحفظ العراق، وها هي الحمد لله والشكر. ومع كل عيد يمر أمنيات العراقيين تكاد تكون ثابتة، وأبرزها بأن يعم الأمن والأمان والسلام أرجاء العراق، ويأمل العراقيون تحقيق أمنياتهم رغم قلقهم وحذرهم الواضحين من حصول أعمال عنف في هذا التوقيت. من بغداد، فراس الدليمي.